تخيل التالي: تقود سيارتك عبر صحراء أريزونا على بعد ساعة تقريبا من شمال فينيكس، عندما ترى فجأة مدينة ترتفع فوق الرمال تتألف بأكملها من أقواس عملاقة بتصاميم مستقبلية وتبدو خالية تقريبا. يبدو ذلك كقصة فيلم خيال علمي، لكنها موجودة في الواقع. تقع مدينة أركو سانت التجريبية على بعد 110 كيلومترات من فينيكس، على ارتفاع 1120 متر. بدأ بناؤها في عام 1970 ولم ينتهي أبدا، وحتى هذه اللحظة لم يكتمل بناء المدينة سوى بنسبة 5% فقط، على الرغم من تواصل العمل باستمرار هناك. من يريد بناء مدينة في الصحراء؟ ولماذا؟ تعود الفكرة إلى باولو سوليري، مهندس معماري أمريكي من أصل إيطالي، نشأ في بلدة تورينو الريفية بإيطاليا، وانصدم نوعاً ما عندما وصل إلى فينيكس في الأربعينيات بمدى تمحور المدن حول السيارات. كما لاحظ أنها تنمو بسرعة وتستولي على الأراضي وتحول كل شيء حولها إلى ضواحي حديثة مع مواقف للسيارات بدلاً من المزارع. اعتقد سوليري أنه بدلاً من التوسع في البناء يجب على الناس التوجه للأعلى في البناء، وأن المدن يجب ألا تصمم حول السيارات بل البشر. قضى سنوات في الكتابة وإلقاء المحاضرات ورسم مسودات خيالية نوعاً ما لإيجاد حل فعال لمشكلة توسع المدن، حتى أنه اضطر إلى تمديد مكتبه لأنه دون كل أفكاره يدوياً على مطويات ورقية طويلة جداً، وفي النهاية طرح فكرة أركولوجي أو العمارة البيئية. العمارة البيئية لا تدور حول بناء كمية هائلة من الأقواس كما قد يوحي الاسم بالإنجليزية، بل هي في الواقع مزيج من الهندسة المعمارية وعلم البيئة، وتدور حول إنشاء مختبر حضري يستخدم فيه عدد كبير من السكان موارد الأرض الطبيعية في أنشطتهم اليومية ووسائل راحتهم، مما يقلل من تأثيرها البيئي. على سبيل المثال، تعتبر أشعة الشمس بديلاً ممتازاً للمصابيح الكهربائية، ويعمل الظل الطبيعي من الأشجار والشجيرات كمكيف هواء. أما بالنسبة للتدفئة، فإن غطاء الطاقة للبيوت الزجاجية المحيطة بالمدينة من شأنه أن يبقي المنازل دافئة، ويجب على السكان زراعة طعامهم بأنفسهم. العمارة البيئية تمقت السيارات والطرق، كل شيء قد تحتاجه يجب أن يكون على مسافة قريبة. يبدو هذا غير معقول، لكن في نموذج سوليري يفترض أن تكون المدن كثيفة جدا وأن تمتد للأعلى وللخارج وتحت الأرض لعدة مستويات عميقة، وبالتالي تصبح المسافة من مبنى لآخر مجرد خطوات قليلة. المصاعد والسلالم والممرات المتحركة هي النوع الوحيد من وسائل النقل الذي ستحتاج إليه للتنقل بين الأماكن. ستبدو كل هذه المباني الضخمة الخرسانية كحلقات عضوية أو محاليق أو جذور وأغصان لشجرة أو أنسجة نبات الفطر، وهذا ليس مجرد مخطط تصميم رائع بل وسيلة لإظهار أن المدينة شيء حي يتنفس. اعتقد سوليري أن جميع المباني وسكانها يجب أن يتفاعلوا كخلايا وأنسجة وأعضاء في كائن متطور للغاية، ويفترض أن يساعد هذا الكائن في حل بعض المشاكل مثل نفاد الطاقة والموارد الطبيعية وندرة الغذاء والتلوث والنمو السكاني. في عام 1965 أنشأ باولو سوليري مع زوجته كولي مؤسسة كوسانتي في بارادايس فالي في أريزونا. كوسانتي هي مزيج من كلمتين إيطاليتين، أنتي والتي تعني قبل، وكوزا التي تعني أشياء. تحدث المهندس المعماري بحماس عن مفهومه الثوري للتصميم الحضري في عروض ومعارض في الهندسة المعمارية، بل إنه ذهب في جولة حول أمريكا وطرح أفكاره في المعارض المكتظة مع عرض درامي لمسوداته على المسرح. آمن الكثير من الطلاب والمهندسين المعماريين والصحفيين والمخرجين السينمائيين وغيرهم من المتحمسين بمفهومه وفكرة العمل الجاد لتحقيقه، لذلك تطوعوا للمساعدة في بناء مدينة المستقبل في الصحراء. كانت تلك أخبارا سارة لسوليري، فقد كان قد أخذ قرضا لشراء الأرض لأركوسانتي، لكن لم يمتلك الأموال اللازمة لدفع أجور العمال.
أما فيما يتعلق بالسكن فقد تم منح كل متطوع مبنى خرساني على شكل مكعب بطول 2.5 متر وعرض 2.5 متر مع أرض دائرية بقطر 1.5 متر حوله، كما شارك المهندس المعماري نفسه في عملية البناء. لكن سرعان ما تبين أن بعض أفكاره كانت مكلفة جدا لتنفيذها في الواقع، مما أدى إلى إبطاء العملية. وفي عام 1980 وبعد 10 سنوات من البناء كان من الواضح أن المشروع احتاج إلى تعديل بطريقة أو بأخرى، لذلك بدأوا في بناء مباني أصغر مما كان مخططا له في البداية. وهذه المباني قادرة على استيعاب 500 شخص على الأقل، وذلك 10% من عدد السكان المخطط له في البداية والبالغ 5000. اليوم وبعد مرور 40 سنة لم يتم الانتهاء من البناء بعد، ولا يزال هناك 80 شخصا يعيشون ويعملون في المدينة التجريبية لمفهوم سولير الحضري الجديد. وإن قررت يوما زيارة هذه المدينة فقد تشعر أنك اشتريت تذكرة إلى صحراء جورج لوكاس في كوكب تاو توين. قباب مضلعة ومنحنيات كاسحة ترتفع بين أشجار صحراوية وأشجار ذات أوراق إبرية. لا توجد طرق أو سيارات صاخبة حتى تتمكن من سماع أصوات إجراس الرياح فقط. يصنع السكان المحليون أجراساً، يقوم شخص بصب البرونز المصهور في قوالب رملية، بينما يقوم آخرون بتزيين أجراس خزفية جديدة برموز كونية تحت قبة مزخرفة جميلة. المسبك البرونزي هو أجمل بناء في أركوسانتي، ويشبه إلى حد ما الكاتدرائية الرومانية، ويمتلئ بالضوء في الشتاء والظل في الصيف. وأثناء سيرك في نزهة على الأقدام سترى 12 مبنى رئيسيا آخر، بما في ذلك مدرج ومختبر ومسبح ومركز موسيقي ومركز للحرف اليدوية وسكن للمقيمين والضيوف. ومقابل رسوم قدرها $75 في الأسبوع يحصل السكان على سكن وإمكانية الدخول إلى المرافق الترفيهية مثل المسبح ومكتبة الموسيقى، كما تشمل المرافق العامة وخصما على الطعام، كما تقام مناقشات فلسفية أسبوعية وحفلات وورش عمل، ويسمح للسكان باقتناء 12 قطة و8 كلاب، لذا سترى العديد من الحيوانات الأليفة هناك. كان سوليري سيشعر بالسعادة لو علم أن معظم السكان يستخدمون في الواقع الهواء الساخن من بيت زجاجي شمسي بدلا من السخان تماما مثل ما أراد. حوالي نصف السكان مؤقتون، وهذا يعني أنهم يخططون لقضاء ما بين 6 أشهر و5 سنوات في المدينة وليس الإقامة الدائمة. توجد علامات ترحيب كبيرة عند مدخل أركوسانتي تدعو جميع المهتمين المخلصين بمشاكل البيئة الحالية للانضمام إلى المجتمع. كل ما عليك فعله لتصبح مقيما في المدينة هو إرسال خطاب إلى مجلس المجتمع المحلي والمشاركة في ورشة عمل تستمر لبضعة أسابيع وتتعلم خلالها مفهوم العمارة البيئية وتساعد في البناء والترميم. معظم الناس الذين يأتون إلى هذه المدينة مهتمون بالهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والحرف اليدوية، لكن حتى محبو الفلسفة وعلم الاجتماع والعلوم والزراعة سيتعلمون عدة أشياء مفيدة هناك. إن كانت الحياة في أركوسانتي تبدو مملة لك حتى الآن فأنصت إلى التالي: يزور هذا المكان سنوياً حوالي 50,000 شخص من حول العالم، البعض منهم مجرد سياح يأتون للقيام بجولة مع مرشد سياحي ويستأجرون غرفة ضيوف للإقامة لليلة واحدة، والبعض الآخر طلاب من جامعات شريكة يأتون إلى مدينة المستقبل لدراسة التصميم والاستدامة البيئية. وتستقبل أركوسانتي معظم زوارها خلال الحفلات الموسيقية والمهرجانات التي تقام في المدرج المحلي. المهرجان الأكثر شهرة هناك هو فورم، يقام سنوياً منذ عام 2014 ل3 أيام في مايو، ويستضيف ما يصل إلى 2000 مشارك. يوصف بأنه ملاذ إبداعي، ويقدم موسيقى إلكترونية وموسيقى الروك البديل، وجلسات يوغا وجلسات فنية وتبادلاً للأفكار. وفي عام 2019 تصدرت أحداث مهرجان فورم فرقة فلورنس أند ذا ماشين، والتي قدمت عرضاً رائعاً. مؤسسة كوسانتي هي المسؤول الحالي عن مشروع أركوسانتي،
ويقول رئيسها المشارك جيف ستين إنه على الرغم من احتمالية عدم قدرتهم على استيعاب 5000 شخص كما كان مخططا في البداية، إلا أن أركوسانتي يمكنها لعب دور مهم للغاية في مستقبل كوكبنا. وفي زمن التغير المناخي العالمي وتزايد السكان المستمر، فإن البشر بحاجة إلى إيجاد حل مناسب للبيئة للنجاة على هذا الكوكب وامتلاك الموارد الكافية للجميع. يعيش ستين نفسه في أركوسانتي، ويستغرق تنقله اليومي إلى العمل 30 ثانية، فمكتبه يقع داخل منزله مباشرة، وفناء مجمعه السكني هو أحد أماكن الاجتماعات في المدينة. هذه إحدى الأفكار الرئيسية لأركوسانتي، استغلال المساحات بحكمة لتوفير مختلف الخدمات المجتمعية. ستين واثق بأن المدينة ستستمر في النمو، لكن بوتيرتها الخاصة. من الصعب تمويل مباني كبيرة من أموال شركة أجراس الرياح، لكنهم يبذلون قصارى جهدهم. وعند النظر إلى مخطط سولير الأصلي الذي تم تحويله إلى نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد، ستحصل على فكرة عن الأجزاء المتبقية التي لا يزال يجب تنفيذها لتحقيق أهدافه. على سبيل المثال، القباب التي صممها سوليري لتكون على ارتفاع 25 طابق لا تزال بارتفاع 10 أمتار فقط. قد يساعد التمويل المناسب من مطور محتمل في إنهاء بناء مدينة المستقبل في المستقبل القريب. حسناً، ماذا عنك؟ هل تود العيش في مدينة صديقة للبيئة مثل أركوسانتي؟ أخبرني في التعليقات أدناه. وإن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. ولكن لحظة، لا تغادر الآن للعيش في الصحراء، فلدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو الرائعة التي يمكنك الاطلاع عليها. انقر على الفيديو الأيمن أو الأيسر واستمتع بمشاهدته لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.